سعد المجرد اللي حققه جميل جدا على مستوى العالم العربي بإطلاق الأغنية الشبابية والمغربية، وهيدي مهمة. يعني في عنا الأغنية التراثية المغربية اللي هي عظيمة كتير وإلى حالة خاصة، بس كمان وقت نقدر نوصل الأغنية لخارج النطاق المغربي بتكون مهمة. هيدي شغلة مهمة قدمها سعد ومجموعة من الشباب كمان. هيدا على السريع يعني بقدر أقول لك عنه. ما في شك إنه سميرة سعيد كمان كان لها دور قبل، صحيح هي انطلقت يمكن عبر مصر لأنه هيك كانت الحال، بس كمان هي كانت وجه للمطرب والفنان المغربي وأسماء كثيرة.